قالوا الاستثناء معيار العموم، معيار العموم. مثل يعني ذحين جهاز يكشف، يكشف مثلا ذهب او كذا، فيكشف هذا، فالاستثناء يكشف الدليل انه عام او لا. طبعا تمام. الثاني العام تحت افراد كثيره، مهما تاخذ منه يبقى، صح؟ اي نعم. اكرم الطلاب الا سعيده، بقي كثير. لكن المطلق لا، مجرد ما تقيد المطلق ينتهي. تقول اكرم طالبا مجتهدا، انتهى، صح؟ طيب الثالث الاطلاق بدل، تقول اكرم طالبا مجتهدا. تستطيع ان تقول تبدل محل طالب، تجعل تقول اكرم مجتهدا، صحيح؟ فقضيت على طالب، صح؟ اي نعم. لكن هناك ما تستطيع تحذف مثلا اكرم الطلاب وتضع سعيد، مفهوم؟ اي نعم. صيغ العموم عندنا سبعه، وصيغ الاطلاق الفعل يدل على الاطلاق، والنكره في سياق الاثبات، النكره في سياق الاثبات، هذه صيغ الاطلاق، هذه فروقات. نعم. وتذكر هذا المثال دائما حتى ترتاح. هنا أكرم الطلاب إلا سعيد، وهنا أكرم طالبا مجتهدا، فتحرير رقبة مؤمنة. لو تقول فتحرير مؤمنة يصح، مفهوم؟ أي نعم. بدلي نعم. هذا إذا كان الحكم واحد، إذا كان الحكم واحد، إذا كان الحكم مختلف لا، انتبه معي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خلاص. اليد هنا هنا مطلقة، من أين نقطع؟ قال نقطع بأي دليل نقيد هذا الإطلاق؟ قال نقيد هذا الإطلاق بقوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، تقطع اليد من المرفق. نقول لا، ما يمكن، هذا حكم وهذا حكم، هنا وضوء وهنا سرقة، صح؟ وهنا غسل وهنا قطع، إذا ما يمكن أن نقيد بهذا الدليل، صح؟ فرق كبير. كيف نقيد؟ من أين تقطع اليد؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفصل الكف. طيب نعم. من 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 الكوع، من الكوع مفصل الكف، وعظم يلي الإبهام كوع، قال ما يعرف كوع من بوع، صح؟ من الذي يعرف؟ ما تعرفه؟ لازم تفرق. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره كرسوع، والرزق ما وصل، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ واحذر من الغلط، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله فمطلق التحرير في الإيمان مقيد في القتل بالإيمان. نعم، فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في آية فتحرير رقبة تقيد، لأنه هذا تحرير وهذا تحرير، وهذا عتق رقبة وهذا عتق رقبة، إذا عتق الرقبة اشترط فيها الإيمان، مفهوم؟ سواء كانت في كفارة اليمين أو كفارة الظهار، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. نعم، بالإيمان. ثم الكتاب بالكتاب خصصه الآن بسنة تخصص. نعم، القرآن يخصص بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، والسنة تخصص بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. نعم. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خصص بالقياس كل منهما. ذكرنا، نعم. قال رحمه الله باب المجمل والمبين. المجمل والمبين، هذا الدرس، هذا الباب أسهل باب، مجمل ومبين.
لأن هذا الدرس مبين واضح لا يحتاج إلى شرح. أي شيء لا يحتاج إلى بيان وتوضيح فهذا مبين، وكل شيء يحتاج إلى بيان وتوضيح فهذا مجمل. إذن هذا الدرس سهل جدا، مفهوم؟ إذن كل شيء يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل فهذا مجمل، وعندنا أشياء لا تحتاج إلى بيان إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. انتبه معي، أصل الوضع أرض سماء صدق عدل ظلم، تحتاج إلى بيان؟ واضح يا رجل صح؟ هذه بأصل الوضع صح؟ تمام. أو بعد التبيين، أو بعد التبيين، بعد التبيين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة دليل وأقيموا الصلاة مجمل صح؟ لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت الصلاة بينة واضحة، مفهوم؟ تمام. إذن سؤال، هل يوجد نص واحد، هل يوجد دليل واحد من الكتاب أو سنة مجمل باقي على إجمالي لم يبين لنا؟ لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد، بيّن كل شيء وترك الأمة على بيضاء نقية. لكن نحن نقول الآن أقيموا الصلاة مجمل صح، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل بماذا؟ بقوله في حديث المسيء في صلاته، وبفعله عندما قام وصلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاته. والبيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بهما، بالقول وبالفعل. هذا الدرس سهل جدا لا يحتاج إلى بيان، مفهوم؟ نعم. إذن المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان وتوضيح، والمبين لا يحتاج إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. الشريعة كلها بينة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله نشهد له ولجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه. نعم. قال رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة إشكاله إلى التجلي واتضاح الحال. نعم. كالقرأ وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. نعم. والنص عرفا كله. انتهى الآن، انتهى من المجمل والمبين. نعم. والنص، طيب اصبر علي، عندنا النص، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد، ومنه هذه المنصة، شايفها الآن؟ هذه منصة، ويضع المهم الملوك ولا العريس ولا العروس في مكان مرتفع، نسميها ايش؟ منصة. ليش؟ لأنه يرتفع يظهر لكل الناس صح؟ فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لماذا؟ حتى لا أحد يشك، هذا يسمى نص، يعني لا يحتمل إلا معنى واحد. لكن إذا احتمل معنيين فالأول يسمى ظاهر والثاني يسمى مؤول. إذن عندنا ثلاثة أشياء: نص، هذا لا يحتمل إلا معنى واحد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال تلك عشرة كاملة، ما يشك أحد في هذا العدد صح؟ هذا يسمى إيش؟ نص لا يحتمل إلا معنى واحد. وإذا كان يحتمل معنيين عندنا ظاهر وعندنا مؤول. طريقة أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلكم يجعلني وياكم منهم، يجروا نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها لأن أقوى في التعبد والانقياد. والفرق بين أهل السنة والظاهرية ما هو؟ الظاهرية يجمد على ظواهر النصوص، لكن أهل السنة يجروا النصوص على ظاهر. مثال: قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، قال توضأوا من لحوم الإبل، خلاص تمام، ظاهر الحديث نتوضأ، أي وضوء؟
وضوء الشرعي، وضوء الصلاة، نعم، غسل الأعضاء الأربعة مع الترتيب والموالاة، مفهوم؟ طيب، قال هذا لا، توضأ يعني غسل الكفين، ممكن نقول هذا مؤول، نحن نحمل النصوص على ظاهرها، أقوى في التعبد والانقياد، مفهوم؟ بالأمس ذكرنا لكم قول الله تعالى يريد أن ينقض، تقول الجدار له إرادة، كيف؟ الله أعلم، آمنا وصدقنا وسلمنا، صح؟ وقال الإرادة يعني مال، مفهوم؟ إيه مال أمس قال. طيب متى ننتقل من الظاهر إلى المؤول؟ ما يمكن ننتقل من الظاهر إلى المؤول إلا لدليل، وجد الدليل انتقل. مثاله قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، لا يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، صح؟ يستحيل هذا، هذا ظاهر عندنا، نقول لا، قصد النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء أي الاغتسال من الماء، ماء الرجل المني يخرج من ماء دافق، مفهوم؟ هي نعم. لماذا عدلنا من الظاهر المؤول؟ دليل، عندنا الدليل، يخرج من ماء دافق، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء، مفهوم؟ قال لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، يعني هذا عنده بستان وهذا البستان فيه ماء وهذا لديه بستان بجانب هذا، فهذا يمنع عليه وضع يعني سقي زرع فلان، لا ما يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا، زرع غيره يعني الآن في الجهاد أسرنا نساء، هذه أسرنا مرأة، هذه المرأة كانت حامل وأعطيناها الشيخ نصيبه من الغنيمة، مفهوم؟ لا يستطيع يطأها حتى تضع الحمل، لماذا؟ لأن الذي في بطنها زرع، كيف زرع؟ من أين عرفنا؟ قال فأتوا حرثكم أن شئتم، إذن لا يسقى أحدكم معه زرع غيره، الظاهر هذا بستان وبستان، لا يا رجل، بل هذا من فعل الخير، حملنا على بالدليل، مفهوم يا أخي؟ واضح إن شاء الله، نعم. والتأويل ينقسم إلى قسمين، صحيح مقبول ما دل عليه دليل، فاسد مردود ما لم يدل عليه دليل، أتى أمر الله، أتى أمر الله، ظاهر الآية أن أمر الله أتى، نقول لا، أتى أمر الله سيأتي، ما الدليل؟ الدليل فلا تستعجله، موجود في الآية، مفهوم؟ أي نعم، إذن عدلنا من الظاهر إلى المؤول للدليل، إذا لم يأتي دليل تأويل مذموم لا شك فيه، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، يعني لا يحتمل إلا معنى واحد، قال وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام، مفهوم؟ البعض قال لا، لا ما يمكن، ما يصح، قالوا الآية وكلم الله موسى، جعل اللي تكلم موسى عليه الصلاة والسلام، يعني بنصب لفظ الجلالة، بعض العلماء قال تقول هذه الآية هكذا، ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، ما يستطيع أن يغير هنا، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم، تأويله تنزيله يعني مجرد ما تنزل الآية لا تحتاج إلى بيان، واضحة، نعم، نص.